مرحبا بكم الناس الكل. ملاعبية المنتخب الوطني واصلوا تحذيراتهم ضمن التربص التحذيري الأول اللي كان الكاميرون 2022 في انتظار بطبيعة الإعلان على بقية أسماء اللاعبين اللي باش يشاركوا في الكومبيتيسيون هذه. كان صعيبة على جميع المنتخبات بنظر التوقيتها بنظر زادة للكورونا، ونعرفوا كاميرون واحدة من أكثر الدول اللي منتشر فيها الفيروس المتحور جديد، لكن زادة صعيبة بما أنه المنتخبات الكل عندها مستوى مهم. المنتخبات الإفريقية، شنو هو الهدف الحقيقي من مشاركة منتخبنا في الكومبيتيسيون هذه؟ سؤال كان وجهه محمد علي العرفاوي زميلنا لمدافع المنتخب منتصر الطالبي. نعرف اللي هي كومبيتيسيون تري امبورطون لي نحنا انا تو مده نخدم كلنا مع بعضنا وحابوا نعملوا ان بو باركور ان شاء الله في الكوب دافريك، خاصه بعد الكوب عربي اللي عملناه. هلا غالب حابين نربحوا الكوب عربي ما كتبش ربي، وتو باش نحضروا على رواحنا ونخدموا على لي بون بوزيتيف اللي عملناهم في الكوب عربي، وان با كونتينوي في الكونتينيتي هذاك، وان شاء الله باش نعملوا بون كوب دافريك خيك سا ريست ان اوت كاليبر دو سي و فما دو تري بون ناسيون وجوارات اللي يلعبوا في اوروبا باش يكونوا موجودين. اما جو بونس اللي ورينا برشا حاجات بوزيتيف سواء في الكوب عرب اما حتى قبل في الكاليفيكاسيون للكوب دافريك وللكوب دي موند و اوني دون اون معناتها اون اون كونفيونس وكيما قلت ان شاء الله اون فالي اون كونفيونس باش نحضروا توا عندنا بريباراسيون ستاج الاول ستاج الثاني الجمعه الجايه باش نحضروا كيما يلزم الكوب دافريك. كملوا مع كان واستعدادات منافسين المنتخب الغامبي من البارح دخل في ستاج في دوحة وبرمج زوز مقابلات ودية، واحدة ضد الجزائر نهار 1 جانفي والثانية ضد سوريا نهار 5 من نفس شهر 5 جانفي. دونك واضح الأمور بالنسبة للمنتخب الغامبي اختار باش يواجه الجزائر وسوريا للتحضير لكان الكاميرون. نرجعوا لتونس، مقابلة ودية تلعبت اليوم بين نادي البنزرتي وترجي هذه تونسي في بنزرت وفات بانتصار ترجي 2-1 بونتو الكوناتي بونتو الكوليبالي وبونتو نادي البنزرتي كان سجلوا شمس الدين بن عامر. الكرة في أوروبا زوز مقابلات تستاهل الفرجة الحقيقة، هي زوز مقابلات فقط اللي تتلعب الليلة في بطولة كبيرة على الأقل في أوروبا. البروز تشيلسي مع برايتون انطلاقا من 8:30، 9:15 برنتفورد مع مانشستر سيتي الموجود في المرتبة الأولى واللي يحاول يستفيد من تعثر ليفربول البارحة. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان.net.